هو يا ترى ليه طعم المطاعم في الاكل بيبقى احلى بكتير من طعم ست الكل في البيت؟ ليه لما ادوق كشري بره في محل بيعجبني جدا وبتنمرط كمان على اكل البيت؟ كل الحاجات دي هنعرفها النهارده وكمان في حلقتنا معلومات. يلا بينا. متفقين كلنا اللي الشخص في عمره في مراحل عمرية كل مرحلة بتفرق عن التانية. لما بيبدأ يكبر ويبدأ يخرج مع أصحابه بيبدأ يدوق الأكلات اللي موجودة في المطاعم. طب يا ترى ليه مش بيعجبه المعجبات اللي معمولة في البيت قد وجبات المطاعم؟ وجبات المطاعم بتتميز بنكهة معينة شوية، وهي دي النقطة اللي مفرقاها بين الأم اللي في البيت وبين المطاعم. يعني العطارين كده ما بدأوا يعملوا خلطات معينة للأمهات كمان في البيت عشان تقدر توصل للمستوى المطاعم اللي بره. وأحب أقول لك إن الموضوع بيبقى صعب جدا ومش بسهولة كمان تقدر تعمل كشري المحلات زي كشري البيت، أو الشاورما أو الفراخ اللي في المحلات كمان زي الشاورما أو الشيش طاووق أو أي أكلات من دي إحنا كلنا بنحبها من المحلات اللي بره. لكن الأم مهما تحاول تعملها في البيت أو مراتك كمان الموضوع بيبقى صعب عليها جدا، برضو النكهة بتختلف في كل الأوقات. ده تعرف كمان اللي في دول الميزانية بتاعتها في الفاست فود والوجبات السريعة بتتعدى 16 مليار سنويا؟ أحب أقول لك أيوة يا عزيزي المشاهد الجميل، السعودية. السعودية بتتميز بإن هي الفاست فود بتاعها كتير جدا، المحلات كتير جدا، بتعمل 16 مليار دولار سنويا بقيمة تزيد 5% كل سنة. انت بتتكلم كمان بمقدار 13 مليون ريال سنويا. في 30% بيروح للوجبات السريعه و40% كمان بيروح للوجبات التقليديه، وده مش اللي انا بقوله، ده كمان المستشار الاقليمي والتنفيذي لشركه جوانا للاغذيه سنه 2012. لكن احب اقول لك وارجع اللي في نقطه مهمه جدا انت ناسيها، مين اصلا اللي عمل الخلطات دي ومين اللي اداها النكهه الجميله دي وكمان الطعم الحلو؟ في شخص يمكن كلنا ما نعرفوش او الراجل دوت على طول مختفي من المطبخ وبيفكر وبيخطط وفي معامل كيميائيه، والوظيفة بتاعته اسمها غريب شوية. المسمى الوظيفي بتاعه اسمه خبراء تكنولوجيا الطعام. خبراء تكنولوجيا الطعام دي هي الناس المتخصصة عن النكهات اللي احنا بنقدر نحطها على الاكل وكمان يبقى مستواها حلو جدا والطعم يكون مختلف جدا، وكمان بيعملوا حاجة تانية مختلفة. ساعات كمان بيعملوا نكهات من منتج هو اصلا مش المنتج الاساسي بتاع المحتوى بتاع النكهة. زي ايه مثلا؟ زي الفراولة. ممكن تدوق منتج بطعم الفراولة وهو اصلا مش متحط عليه فراولة اصلا. بيجمع منتجات كتير جدا 300 منتج او 400 منتج عشان يقدر يطلع طعم الفراوله من غير ما يبقى فيه فراوله اصلا، وهو ده اللي بيميز اي منتج عن المنتج التاني. الخبراء دي لما ضافوا لنا النكهه دي هي دي الحاجه الوحيده اللي مميزه لست البيت ومميزه للمطاعم بره، عشان كده حضرتك متمسك بيهم. لكن احب اقول لك ما تتمسكش قوي عشان السعرات الحراريه فيها كتير جدا والزيوت اللي مقلي بيها الموضوع مش حلوه قوي، ممكن تدمر لك الكلى وكمان هتدمر لك القلب والشرايين. فحاول على قد ما تقدر ست الكل كده تجيب بهارات حلوة من عند العطار عشان تقدر توصل لك للمستوى. هو مش هيوصل قوي وهيرضيك قوي لكن هو صحي في النهاية. انا احمد يونس وكل يوم معلومات هتبقى جديدة على اليوتيوب، ما تنسوش تابعوني على اليوتيوب وعلى التيك توك وكمان على الفيسبوك.